حظي الأسبوع الثقافي المغربي للصناعات التقليدية والذي استضافته العاصمة التاريخية اسطنبول باهتمام كبير من الأوساط التركية والجاليات العربية والإسلامية والسائحين الأجانب، وكان التوافد مدهشاً على المعرض المغربي الذي أقيم ضمن فعاليات الأسبوع وشهدته ساحة الجامع الجديد بمنطقة إمينونو والذي تضمن فعاليات عديدة. المعرض أقيم بمبادرة من القنصلية المغربية في اسطنبول، وأشرف على تنظيمه بلدية اسطنبول ووزارة الاقتصاد والتضامن الاجتماعي المغربية، وقد أبرز أهمية الحرف اليدوية كجسر ثقافي يربط بين تركيا والمغرب، حيث تتداخل العوامل الثقافية والاقتصادية في صياغة العلاقات التركية المغربية. في الأول نشكر الدولة التركية على الاستضافة، لأنه هذا أول معرض ديال الصناعات التقليدية، يعني فيها جل الصناعات التقليدية ديال المغرب بما فيها الحديد المرصع بالفضة، الرسومات، الخط العربي، السروج، النحاس، الفضيات، لي لومب حنا كنسموهم الفوانيس، الزرابي، كل منتوجات يعني العود المخروط، يعني كان إقبال من الزوار، من السواح، يعني مشاركة طيبة. أقيم المعرض على مساحة 800 متر مربع تشكلت من 15 جناحاً لتمكين الأتراك والسياح من اكتشاف غنى التراث المغربي وتنوع منتجات الصناعة التقليدية، لا سيما فيما يتعلق بالنقش على الأواني النحاسية والمنتجات الخشبية والجلود والمجوهرات والخط العربي وفن الحناء والآلات الموسيقية والفضيات المميزة التي تشتهر بها مدينة الصويرة المغربية. بنشكر كثير التوركيا والناس الصاهرين على هذا المهرجان الجميل، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله باش نعلو مرة ثانية العرض هنا يعني إن شاء الله بإذن الله. واحدة من المنتجات المغربية التي أضاءت أروقة المعرض كانت الفوانيس المغربية التي تشتهر بها منذ عدة قرون بأشكالها الكثيرة وألوانها المتعددة، والتي يدخل في صناعتها الزجاج والخشب والمعادن والجلود. حظي جناح طبق الطعام والبحر المغربية الشهيرة وكذلك حفلات الشاي المغربي بإقبال خاص من الزائرين. واهتز فضاء المعرض على إيقاعات موسيقى كناوة والرقصات الفلكلورية التي أدها شبان مغاربة باهتمام كبير من قبل الزوار. هذا معرض متاع الصناعة التقليدية اللي تم التنسيق ديالو وزارة الصناعة التقليدية المغربية مع مؤسسة دار صانع، المؤسسة اللي كتكلف بالصناع التقليديين في المغرب وكتعنى بهم وكتعطيهم الدعم المادي والمعنوي. والدور ديال هاد المعارض هو نقل الثقافة المغربية في مجال الصناعة التقليدية للدولة التركية والباقي دول العالم. حضر فعاليات المعرض سفير المغرب في تركيا محمد لطفي عواد والقنصل العام باسطنبول محمد الصبيحي، وأتاحت أروقة المعرض للأتراك ولآلاف الزوار فرصة التعرف عن قرب على إبداعات الحرفيين المغربيين بعين المكان.